جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة، ده اللي دخلهم جهنم، واحد من ثلاثة. قال فباب لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ده ظلم ربنا ما بيغفره، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو ظلم الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه إعطاء لحق الله تعالى للمخلوقين. الليلة من الناس الواحد بتقع عليه مصيبة، عشان تعرف انه دي المشكلة اللي الله بيعذب بها المجرمين، اللي جبنا الآيات في عذابهم دي كلها. الله بينزل عليك ابتلاء احيانا ومصيبة، فالمؤمن يلجأ إلى الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الأنبياء دول بينادوا الله. الظالم والمجرم اللي بيخش جهنم لما ربنا يبتليه بابتلاء بيلجأ لغير الله، زي ما بنشوف الليلة نحن، تلقى المقابر فيها رجل الناس بيقول لك ده كان بيحفظ الناس القرآن وكده ومات، وبنوا عليه بنيان فوق منه. الناس في الشدائد كثير منهم بدل يلجأوا لله بيلجأوا للزول البانين عليه القبة ذاك، بيرفعوا يدينهم يتضرعوا له ويسألوا من دون الله عز وجل. انت عارف ربنا ممكن يديهم، الله بيستجيب للمؤمن وممكن يستجيب للزول ادعى القبر ده ذاته، الله يستجيب له، ابتلاء وامتحان له كويس، عشان يجي بعد شويه يقول نحن لو ما شيخنا ده مشكلتنا ما كانت حلت. دي أكبر جريمة يا أخوان، أكبر جريمة أن تعتقد في غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده لقمان الحكيم في سورة لقمان بيوعظ ولده قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تشيل حق الله تدين المخلوق ربنا ما بيقبل، عشان كده ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. القضية دي يا أخواننا قضية لا تحتمل المجاملة، عشان أنت ما تجعل فيها أنصاف حلول، تقول لا لا ما مشكلة والله، اللي بيقول يا الله كويس واللي بيقول يا أبوي فلان كويس، لا ما الاثنين كويسين، اللي بيقول يا الله بس ده كويس، لأنه ده ظلم وده اللي بيدخل جهنم. فهذا الباب لا يغفره الله أبدا إلا لزول تاب منه.